الاستثناء معتبر من النص فأقل عند المذهب. سبق أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الطلاق للثانية والثالثة لا يكون إلا بعد نكاح أو رجعة. فلو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فعند المذهب تقع الاثنتان. لما؟ لأنه استثنى واحدة، والواحدة بالنسبة إلى الثلاث نصف أو أكثر من النصف أو دون النصف، دون النصف فتقع اثنتان، فهذا الاستثناء مقبول لأنه دون النصف.